Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up those shoes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. يا مساء الخير والعافية عليكم مشاهدينا ومشاهدي قناة WTV وطن. هذه رحلة مسائية جديدة من FM، وأكيد يسعد مساء كل شخص جاي يتابعني من خلال بثنا المباشر على الفيسبوك، وكذلك مستمعينا عبر أثير إذاعة العشار بالبصرة. يسعد مساكم وين ما تكونون، يا رب بداية أسبوع جميلة عليكم مليئة بالطاقة والحيوية والنشاط. واليوم نحب نهني ونبارك إخواننا المسيحيين بعيد المجيد، ويا ربي عيدكم خير وبركة واطمئنان وأمان وصحة وسلامة وتحقيق أمانيكم كافة. كون أنتم الطاقة الإيجابية، كون أنتم السلام، كون أنتم الاطمئنان يا أخواننا الغالين. إن شاء الله يا ربي أيام سعيدة، أجواء سعيدة، أيام مباركة عليكم وعلى كل الأخوة من شمال العراق إلى جنوبه. أكيد إن شاء الله يا ربي أيام قليلة تفصلنا على نهاية السنة، وتكون خاتمة خير وبركة وسعادة على كل أطياف شعبنا العراقي. ويا ربي نبلش بسنة جديدة، سنة مليئة بالأفراح والمسرات وتحقيق الأماني كافة. أكيد اليوم ناطرين اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا ظاهرة أسفل الشاشة، وناطرين تهانيكم وتبركاتكم لإخواننا المسيحيين بأعياد ميلادهم وأعيادهم وعيدهم المجيد. كل عام هم بألف خير. بداية رحلتنا المسائية خلنا نروح للاستطلاع اللي عادنا يا شيبان وراجعين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذا البلد بالأمن والأمان إن شاء الله، والحمد لله يعني العالم متعايشة وكل من يدور على رزقه. يعني سنة إن شاء الله جديدة، إن شاء الله أحلى وأحسن، إن شاء الله يدين علينا الأمان، إن شاء الله عليكم علينا على أمة محمد الإسلام إن شاء الله. والله نتمنى الحكومة إن شاء الله خير، إن شاء الله إن شاء الله تتصير إن شاء الله، وإن شاء الله تفيدنا وتفيد أمة محمد الإسلام إن شاء الله، وإن شاء الله سوينا للأفضل أحسن إن شاء الله. والله أنا كل يعني شيء نحتاج الأمان، هذا أهم شيء يكون يعني، وتكون مسيطرين على الوضع الأمني هنا بالذات، لأن وضع الأمن تعرفه مو كل الزين. فبس رغم كل شيء يعني الناس بعدها تحتفل برأس السنة، ورأس السنة يعني معروف عندنا تنزل الناس مثل ما شوف تسوق تاخذ تقضي شغلاتها، وكل أطياف الشعب العراقي كلها تحتفل بهذا العيد. والله منيتي يتطور العراق، يتطور العراق، الكهرباء تصير زينة بالعراق، الشباب العاطلين عن العمل شبابنا، لأن كلها قاعدة. وهذا جاناكم بعد هذا الاستطلاع، وشفنا التهاني والتبريكات، وشفنا أحلام وأماني المواطنين العراقيين بختام نهاية 21 وبداية 22 بتحقيق الأماني والتوفيقات والأمن والأمان، وتحقيق أبسط الأشياء اللي يتمناها كل فرد عراقي ببداية سنة جميلة عليكم وين ما تكونون. أكيد احنا ناطرين اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظاهرة أسفل الشاشة. مثل ما تعرفون كل الأعياد وكل المسرات اللي موجودة واللي تكون بالعراق عندنا لها طقوسها وعاداتها وتقاليدها الخاصة، يعني كل فئة معينة عندنا لها يعني الأشياء المختلفة اللي تخليها مختلفة عن بقية الطوائف، يعني مثل المسيحيين، الأكراد، يعني بقية الطوائف اللي موجودة. فإحنا نشوف أنه المسيحيين دائما بهذه الأيام يتواجهون إلى الكنائس لدائرة الصلاة والتبريكات والأدعية اللي يدعونها دائما أن تكون سنوات خير وأمن وأمان عليهم وعلى كل أطياف شعبنا العراقي من شمال الجنوب. أكيد هم مصدر للجمال، مصدر للطاقة، مصدر للإيجابية دائما، ما يخطر أو ما يبدر منهم إلا الخير دائما، نحبهم ويحبونا. ودائما أنه تشوفون أنه أغلب مناطقنا العراقية وخصوصا ببغداد إحنا نشوف أن الجوارين هواية أكو عندنا مسيح، ونشوف أكو تبادل بالعادات والتقاليد، نشوف أنه زيارات موجودة، نشوف أنه علاقاتنا طيبة وياهم، ما يستر إلا منهم الخير. نشوف حتى يعني بالأعياد أنه إحنا حاليا نمر بيها أنه
مو بس بيناتهم يعني المعايدات، يعني جارنا اذا كان مسيح نقدر نروح نعايده، او هو يجينا نقدم له الهدايا الحلويات بمناسبه الاعياد. فحلو انه بالعراق انه ما عندنا تفرقه، ما عندنا طائفيه، احنا شعب مسالم، شعب يحب الخير، شعب يحب الامان، شعب يحب الحب لكل اطيافه. لذلك رغم المعاناه اللي مر بها البلد من حروب ومن مشاكل ومن ازمات، لكن يبقى العراق شعب واحد، شعب متكاتف، شعب محب للخير. واكيد كل الصحه والسلامه لكل اخواننا المسيحيين داخل العراق وخارجه، وان شاء الله يا ربي كل شخص مغترب من المسيحيين انه يرجع لارضه ويرجع لبيته ويرجع لمنطقته اللي تربى بيها واللي انولد بيها واللي عاش وترعرع بيها واللي عنده ذكريات بيها. كون انه تعرفون ماكو اصعب من الغربه، واغلبهم اخواننا المسيحيين انه تغربوا خارج البلاد بسبب الظروف والمشاكل اللي مرينا بيها، لكن نتمنى لهم الصحه والسلامه وين ما يكونون، ويا ربي عيد خير وبركه عليهم وصحه وسلامه وتحقيق امانيهم كافه. اليوم من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم حاب يعني اعرف شنو حاب توجهون كلمه لاخواننا المسيحيين، شنو حابين تقولوا لهم، شنو تتمنوا لهم، او شنو امنياتكم لنهايه السنه، وما بقى الا ايام وتنتهي السنه ونبلش بسنه جديده، وشنو امنياتكم للسنه الجديده، وشنو حابين تسوون، او شنو مخططاتكم للسنه الجديده. كل شخص بينا عنده فد مخططات معينة، أو يرسم جدول أعمال المفروض أنه كل شخص بينا أنه من يبلش بسنة جديدة أنه يخطط لأشياء، لطموح، لأهداف معينة يبلش بيها من بداية السنة، والأشياء اللي صارت السلبية والأخطاء اللي مر بيها بالسنة المضت ما يعيدها ويكررها، يبلش بإيجابية، يبلش بطاقة، يبلش بنشاط، حتى تكون أيامه كلها سعيدة وكلها حلوة. أروح لأول اتصال ويانا. مساء الخير. ألو، أتمنى توطون صوت التلفزيون، تسمعوني من سماعة الهاتف. ألو، انقطع الاتصال أعتقد. أروح للاتصال الثاني ونقول ألو. ألو، قطع الاتصال. لا، اليوم اول اتصال يعني انقطع. نتمنى تعاودون بينا الاتصال مره لاخ، ونعرف شنو اخباركم، ونعرف شنو حابين تقولون لاخواننا المسيحيين باعيادهم، ونقول الو. مساء الخير. الو الو الو، مساء الخير. مساء الخير، شلونك؟ الحمد لله. انتم شلونكم؟ شلون القناه؟ شلون الكادر؟ احنا بخير اذا انتم بخير. من وياي؟ وياك سهى من اربيل. حياك الله يا سهى. سهى، بما انه احنا نمر بايام الاخيره من سنتنا، سنه 21، واعياد اخواننا المسيح، شنو حابه تقولي لهم، او شنو التهنئه اللي حابه تقولينها لهم؟ والله حابه اوجه تهنئه للمسيح كلهم. نعم. الشعب العراقي وللمسيح باي دوله كانت، كل عام هم بالف خير يا رب، ينعاد عليهم بالصحه والسلامه ان شاء الله. طيب، اريد اعرف شنو امنياتك للسنه الجديده، شنو حابه او شنو والله تتمنين؟ امنياتي الامان ان شاء الله للشعب العراقي وللشعوب كلها. نعم. والصحه والعافيه، ويشافي كل مريض ان شاء الله، إن ويحقق شاء الله. اماني الجميع ان شاء الله يا رب، تحقيق امانيك كافه ويعطيك الصحه والسلامه. طيب، اريد اسال السؤال، عندكم بالمنطقه مسيح جوارين؟ اي نعم موجودين. رحتوا عايدتوهم ولا لا؟ اي، رحنا عايدناهم طبعا لان هم جوارينا. طيب، اريد اسال السؤال، شلون الاختلاف يكون بالطقوس بالاعياد؟ يعني شنو يسوون هم باول يوم العيد؟ والله طقوسنا تقريبا متشابهه، هم يعني يعلقون بعض اللافتات. نعم. ويجهزون يجهزون بعض يعني التجهيزات اللي تخص العيد، ويتجهون للكنائس. يعني مثلنا الكليتشه والحلويات وهاي الشغلات قصدك؟ اي نعم، هم لهم طقوسهم وهم لهم حلوياتهم اللي يجهزوها. اها. طيب، انت حابه انه مثل ما عرفت من حضرتك انه الامن والامان والصحه والسلامه للجميع، طيب انت عندك فد حلم بحياتك تتمنين انه يتحقق بهاي السنه الجديده ان شاء الله؟ والله الصراحه انا الحلم مالتي صار لي هوايه اتمنى هاي السنين مضت كلها وما تحقق. شنو هو نقدر نعرفه؟ والله الصراحة أنا كنت أتمنى آخذ شهادة الثالث، بس ما رحمت. الثالث لو السادس؟ لا والله الثالث. الثالث، طيب شنو الأسباب اللي منعتك؟ إنه يعني ظروف عندكم بالبيت ولا يعني شنو؟
لا والله الظروف بالبيت مناسبة، بس سبحانك ربي هي ما جايترهم، كل ما أقدم ما أدميرهم ما يطلع اسمي بالتقديم. أها يعني تقدمين خارجي قصدك؟ أي والله. وما عرفتي ليش السبب إنه ما جاي يطلع اسمك؟ والله كل سنة لها سبب مختلف، وسبحان الله قلت يجوز ما الله كاتبها، بلكي على هاي السنة الجديدة إذا الله راضي. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله هاي السنة يطلع اسمك وتمتحنين وتخلصين من الثالث وتروحين للمكان اللي انت حابه تكملين بيه دراستك، ونسمع اخبارك الحلوه، واتمنى انه ما تقطعين من عندنا ودائما تتواصلين وتتصلين ويانا باف ام. ان شاء الله. تحياتي عزيز، وسلامي وتحياتي للكادر القناه كله. نعم، وربي يحفظكم ان شاء الله. اكيد تحياتي للكادر لحضرتك، وشكرا لاتصالك ومشاركتك. واذا ويانا اتصال اخر نقول الو. الو. الو، مساء الخير. مساء النور. شلونك، شخبارك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله. أسيل، احنا يعني اليوم الحلقة خاصة بالمعايدات والتهاني والتبريكات. أم عذراء. عذراء، أنا آسف، بس شو أم عذراء. أم عذراء؟ لو عذراء. أم عذراء. شاركت وياكم سابقا. أها، آسف أعتذر، لكن صوتك جدا مقارب لصديقتنا صديقة البرنامج أسيل، أكيد نوجه لها تحية. أم عذراء، شنو حابة تقولين لإخواننا المسيحيين؟ والله إن شاء الله نقول سنة سلام عليكم، وإن شاء الله ترجعون للعراق وتستقرون ونشبع من خيراتكم، لأنه المسيح ما شاء الله عليهم. نعم، ذهب فعلا. طيب عندك صديقة، عندك جارة مسيحية ولا لا سابقا أو حاليا؟ أنا كنت عايشة بين المسيح. صدق؟ والله عشرتهم كلش حلوة، ناسهم طيبين، كلهم طيبين. طيب أنا المتصلة اللي قبلش من أربيل سألتها عن الأشياء اللي يسوونها بالعيد، بما أنه أنت أم عذراء ذكرتي أنه كنت عايشة وسط المسيح أخواننا، شنو يسوون بأول يوم العيد؟ شنو الأشياء اللي يحضروها؟ أنا كنت أحضر وياهم أغلب الأيام، أتابع صيامهم حلو كان. نعم. كانت أيامهم يعني بالنسبة للديانة مالتهم، التراتيل أسمعها. نعم. يعني بس التراتيل توديك الغير عالم. طيب وبالعيد يعني أثناء أيام العيد شنو الأشياء اللي يحضروها؟ يعني يحضرون أشياء مثلاً الشجرة، أول ما يبنون الشجرة مال الكريسماس. نعم. وغيرها يعني أكلات يسوون والعزايم يبدوها بيناتهم، أشياء حلوة يعني يسووها. أها، وأنت حالياً يعني بغير منطقة ولا يعني ولا هم انتقلوا؟ لا لا، تعادت غير منطقة صارت. زين، شنو حابة تقولين لجوارينكم المسيحي اللي كنتي وياهم عايشة ورابية وياهم؟ والله إن شاء الله كل عام وكل سنة وأنتم بألف. إن شاء الله يا ربي. وأغلبهم أغلبهم سافروا لخارج البلاد، فإن شاء الله يعودون لهذا البلاد ويرجعون حيويهم. إن شاء الله يا ربي. أكيد، لأن نعرف إحنا أكيد أنا وأنتي ومعذراء وكل شخص يشاهدنا يعرف شنو معاناة الغربة وشنو الظروف اللي يمر بها الشخص بالغربة، وغريب عن بيته وغريب عن بلاده وعن أرضه اللي انولد بيها واللي تربى بيها. إن شاء الله كل ابن بلد يعيش ببلده ويرتاح ويستقر. إن شاء الله. طيب ومعذراء، شنو أمنيتك للسنة الجديدة؟ شنو حابة أو شنو حابة إنه يصير؟ والله إن شاء الله نعيش بخير وبسلام، غير هاي ما أطلب. إن شاء الله. نبتعد عن الحروب ونبتعد عن عن الأشياء المو زينة علينا، وإن شاء الله نخلص من هذا الوباء. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ويجينا غير أنفاق. إن شاء الله صحة وسلامة للجميع. طيب عذراء وين؟ أشو مختفية؟ عذراء موجودة نايمة. ها نايمة. يعني عبالي انه هي مش حتى نسمع صوتها وتشارك ويانا اليوم باف ام. انا كل شاكر اتصالك ومشاركتك يا عذراء، ويا ربي يعطيك الصحه والسلامه، ويا ربي نهايه سنه جديده وبدايه سنه اجمل ان شاء الله. شكرا. تحياتي لك. روح لاتصال اخر اذا ويانا ونقول الو. الو. اها، انقطع الاتصال. مثل ما سمعتوا ام عذراء والاخت اللي اتصلت من اربيل ذكرت انه للتحضيرات اللي يعدوها اخواننا المسيحيين بالعيد والصيام وما اعرف ايش، وتحضيرات شجره الميلاد، وايضا الحلويات، والتوجه للكنائس للتراتيل والصلاه والادعيه اللي دائما يتمنون الخير والصحة والسلامة للجميع والأمن والأمان أكيد. وذكروا كذلك المغتربين خارج البلاد، إن شاء الله يا رب يرجعون لبلدهم
ويستقرون بأوضاع جميلة وظروف أجمل إن شاء الله. إحنا شفنا مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا الهاشتاكات، شفنا أغلب المشاهير اللي نشروا المعايدات، شفنا الناس العادية، بالإضافة إلى شفنا اختلاط الجوارين يعني من طائفة لأخرى أو من فئة لأخرى، أو الأصدقاء إذا كان عندي صديق مسيحي أو إذا أنا من غير طائفة وصديقي مسيحي. شفنا المعايدات وشفنا الصور وشفنا الاحتفالات اللي بلشوا بيها، وإن شاء الله يا ربي كل أيامكم يا شعبنا العراقي يا أخواننا المسيحيين بخير وسعادة وتحقيق أمانيكم كافة، ويا ربي يعمل أمن والأمان، وإن شاء الله يا ربي نخلص من هذا الوباء اللعين اللي من خلاله فقدنا هواي أشخاص قريبين علينا، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع أو لكل شخص مصاب بهذا الفيروس أو لكل شخص مريض أو عنده فد مرض معين، نتمنى له الصحة والسلامة، ويا ربي أنه حكومتنا العراقية أنه تنظر لمعاناة الشعب وتحقق أمانية وتحقق أقل ما يتمنى وأقل ما يطلبه من أشياء اللي هي من حق كل فرد عراقي، أو يتجهون لزرع الابتسامة والفرحة والراحة والأمن والأمان لكل فرد عراقي إن شاء الله. أكيد أنا ناطر اتصالاتكم ومشاركاتكم وناطر تهانيكم وتبريكاتكم لإخواننا المسيحيين لهذا اليوم، ويا ربي إن شاء الله كل إخواننا المسيحيين وين ما يكونون بكل بقاع الأرض بصحة وسلامة، ويا رب أعيادهم خير وبركة وأمن وأمان. نشوف أنه والأمنيات يعني ما بيها فرق، الكل شخص عراقي شفناه من خلال الاستطلاع أو شفناه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو شفنا المتصلين أنه ذكروا يتمنون الأمن والأمان، وذكروا أنه يرجع كل غريب لدياره، وإن شاء الله يا رب يكون مريض يشفى ويخلص من مرضه. الأمنيات بسيطة والأمنيات متشابهة، لأن نشوف أنه من خلال الأمنيات ونشوف من خلال التهاني للمتصلين أو من خلال الاستطلاع اللي شاهدناه أو حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف أنه العراقيين أمانيهم وحدة، دليل على أنهم شعب متكاتف، شعب متماسك، شعب يحب الخير للكل، شعب يحب أنه يعيش براحة، يعيش بسلام، يعيش بحب، يعيش بفرح، يعيش بابتسامة. لكن نتمنى أنه هذا الشيء أو كل شيء ما أتحقق لنا بهاي السنة إن شاء الله ببداية السنة يتحقق ويعدي على خير، ونعيش أيامنا كلها حلوة بأفراح ومسرات وأعياد جميلة ومناسبات وأشياء كلها تبعث الحب والأمان والاطمئنان لأرواحنا ولكل دولنا العربية والأجنبية. إحنا شعب مظلوم، إحنا شعب عانى ما عانى، نتمنى أنه نخلص من المعاناة اللي نعيشها، نتمنى أنه نعيش أيامنا بسلام، نتمنى أنه نحقق أمانينا اللي هي أبسط شيء نتحققه. يعني الطالب من يتخرج يتمنى أنه يتعين أو يلقى له فرصة عمل تليق به أو مشابهة للاختصاص اللي درسه، أنه نتمنى أنه اللي ما لاقي فرصة عمل يلاقي فرصة عمل، نتمنى من كل شخص اللي ما مرتبط يريد يرتبط، إن شاء الله يرتبط ويلاقي شركة حياته، أو البنت تلاقي فارس أحلامها اللي يحقق لها أمانيها، إن شاء الله كل مريض يشفى، إن شاء الله نشوف البنى التحتية بإعمار وإكمال مشاريع مهمة بالعراق، ونشوف أنه التطور يعم ببغداد وكل محافظاتنا العراقية من شمال لجنوبه. فأكيد إحنا نتمنى كل الأمنيات اللي هي أبسط الأمنيات إن شاء الله يا رب تتحقق بكل الأيام، وبداية سنة إن شاء الله عليكم خير وبركة ونهايتها أجمل إن شاء الله. أروح لأغنية محضرنا إياها المخرج وراجعين. رجعنا بعد هذا الفاصل للغناء الجميل، أكيد الأغاني
والأشياء والأناشيد اللي تخص أعياد الميلاد لإخوان المسيحيين. يا ربي نشوفهم بخير وبصحة وسلامة وتحقيق أمانيهم كافة. نتمنى لهم الخير لأن هم ناس طيبين، ناس مسالمين، ناس يحبون الخير لكل شعبنا، وتحسهم أن هم قطعة السكر موجودة بالعراق. نشوف حلاوتهم من خلال تعاملهم ويانا، من خلال طيبتهم، من خلال أسلوبهم بالحوار. نشوفهم ناس كالنسمة، نشوفهم ناس طيبة مثل الملائكة. يا رب يحفظهم ويبارك بيهم. ومثل ما ذكرت المتصلة عذراء أنه كل شخص اغترب وراح لغير دولة يعيش بيها أنه يرجع لأرضه وبلاده وبيته ومنطقته اللي ربى وترعرع بيها. نتمنى الصحة والسلامة لكم وين ما كنتوا بكل بقاع الكرة الأرضية، ويا رب أعياد جميلة وسعيدة وأوقات أجمل إن شاء الله تقضونها مع أهلكم ومع أقربائكم ومع كل شخص تحبونه، والله يرحم كل شخص فارقته بهاي السنة، وأي شخص يعاني أو عنده مشكلة معينة إن شاء الله تنحل وتقضى، وأي شخص عنده حلم بحياته أو عنده طموح ما حققه إن شاء الله يتحقق بهذه السنة اللي راح نبلش بيها بعد أيام، وتحقيق الأماني يكون مفاجئ ويكون جميل إن شاء الله، ولكل شخص في باله أمنية في باله هدف إن شاء الله يحققه وإن شاء الله يسعى لتحقيقه، وإن شاء الله يلاقي الناس اللي يوقفون بظهره واللي يحققون حلمه إن شاء الله. إحنا كشباب نتمنى أنه نعيش حالنا حال بقية الدول، نتمنى أنه نعيش برفاهية، نعيش أنه بأجواء حلوة تحسسنا أنه إحنا شباب، تحسسنا أنه إحنا بشر، تحسسنا أنه إحنا عندنا بلد آمن، تحسسنا أنه إحنا عندنا بلد يحقق طموح، يوفر أو يدعم الطاقات الشبابية، يدعمهم بكل ما يملك حتى يوصلون للمكان اللي هم راسمين ببالهم، يوصلهم للهدف اللي يسعون إلى، يحتضنهم بحضن أنه يحقق أمنياتهم كافة، أنه يوصلهم للمكان الآمن اللي هم يردوه واللي هم راسمين في بالهم بمخيلتهم. إن شاء الله يا ربي تحقيق أمانيكم كافة وأحلامكم اللي تتحلمون بيها، واللي من تدخلون راسكم على المخدة وتفكرون أنه إحنا باكر راح نسوي هيتشو، أو نتمنى نكون هيتشو بالمجتمع، أو نكون إلنا شأننا وإن اسمنا وإن مركزنا بأي مكان كان أو بأي مهنة معينة أو بأي مجال عمل مختلف. إن شاء الله يا ربي يتحقق وتتحقق أمانيكم كافة، ويا ربي نهاية السنة جميلة عليكم وين ما كنتوا. صحنا بهاي السنة افتقدنا هواي ناس او فقدنا هواي ناس او فرقتنا الظروف بسبب الفيروس، بسبب بعض المشاكل، بسبب الاوضاع اللي يمر بيها البلد، لكن ان شاء الله نتمنى من هذه السنة الجديدة اللي راح نمر بيها واللي ما بقى شيء ونبلش بيها ان شاء الله، ان شاء الله يا رب تكون سنة خير، سنة امان، سنة اطمئنان، سنة تحقيق الاماني والاحلام، سنة خير وبركة على كل شعبنا العراقي من شمال الجنوب. نتمنى أنه الناس تكون مسامحة، نتمنى أنه الناس تسامح، الناس تكون قلوبها طيبة، نتمنى أنه أكو صلة رحم، نتمنى أنه ما نتحول، ما نترك العادات والتقاليد الحلوة اللي تربينا عليها سابقا، نتمنى الرحمة والمودة بيناتنا، نتمنى الخوف والحرص علينا وعلى كل شخص قريب علينا، إذا كان من أقربائنا، إذا كان صديقنا، إذا كان جارنا، نتمنى كل شخص يحافظ على مكانته بقلوبنا أو يحافظ على مكانته بقلبنا. روح للاتصال، وجانا اتصال ونقول ألو يا مساء الخير. قطع أعتقد الاتصال، لا اليوم أكو خلل بالاتصالات الظاهر. فنتمنى من كل شخص يخاف على بلده مثل ما أنه احنا نخاف على بيتنا ونخاف على شغلنا ونخاف على مستقبلنا، أن نحرص على أنه يكون بلدنا آمن، نحرص على أنه يكون نقدم شيء مفيد للمجتمع من خلال عملنا، من خلال دراستنا، من خلال العائلة اللي عايشين بها، من خلال المنطقة اللي احنا ساكنين بها ويا جارنا ويا أقربائنا ويا صديقنا، كذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستعماله الحضاري، استعماله الإيجابي، ننشر البهجة والسلامة والابتسامة على كل متابعينا والناس اللي تتابعنا ببغداد أو بالعراق كافة أو بكل الدول. فنتمنى أنه كل شخص غلط أو ارتكب فد غلط بحقه أو بحق أي شخص قريب عليه، نتمنى يبلش بسنة جديدة بعيدة عن الأخطاء والسلبية. نروح للاتصالات ونقول ألو. ألو
الو، مساء الخير. انقطع الاتصال؟ لا، الظاهر اكو شيء. احنا نتمنى من كل شخص يتصل بينا وانقطع الاتصال وياه يعاود الاتصال بينا مره لاخ حتى نعرف شنو حاب يقول اليوم ويانا باف ام. اعتقد رجع الاتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه، شلونك؟ الو الو، ما اعرف الظاهر تسمعني من سماعات التلفزيون او جاي تتابعني من خلال التلفزيون وتحكي وياي، فاتمنى انه توطين صوت التلفزيون وتسمعيني من سماعات الهاتف حتى اسمعك وتسمعيني واضح. الو 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 الو، مساء الخير. الو، مساء النور، شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ من وياي؟ هنودة. هنودة، يا هلا بهنودة ومرحبا. هنودة، ببداية الحلقة أو بداية اتصالك عفوا، شنو حابة تقولين لإخواننا المسيحيين؟ أقول لهم كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله يأمن الأمان عليكم. إن شاء الله. عندي صديقة مسيحية بالمدرسة أو بالمنطقة؟ لا لا، ما عندك صديقة؟ لا، ما عندي صديقة مسيحية، بس أنا أتمنى لهم إن شاء الله كل ان شاء الله يا ربي. طيب هنودة، أريد أسأل السؤال، بما أنه إحنا يعني على ختام السنة وما بقى إلا أيام معدودة وقليلة أنه نبلش بسنة جديدة، شنو الأشياء اللي ما صارت لك بهاي السنة تتمنيها تصير بالسنة الجديدة؟ أتمنى كل شيء، أتمنى بس أكيد أتمنى أني أكمل حياتي بشخص اللي أحبه. يعني تتمنين انه تاخذين الشخص اللي تحبيه انت هاي السنه هو تقدم لك وما قبله واهلك لو شنو؟ لا، ان شاء الله على السنه الجديده متواعدين بهذا الشيء. اها، زين، الموافقه تامه ولا بعد؟ لا اكيد، من يم الماما اكيد. والوالد، الوالد ما قابل؟ لا، الوالد لا، ما يدري بهذا الشيء، بس ما دام الماما تقول اوكي هاي هي. اها، يعني انت مضبطه، يعني البابا يوافق اذا الماما موافقه؟ اكيد. حلو، زين، خطيبك المستقبلي جاي يدري او يسمعك انت اليوم بالاتصال ولا لا؟ او يعرف بيك انه جاي يشاركين؟ اكيد يدري، يعني ما يدري بي. حلو، عاشت ايدك، احلى شيء هذا الموضوع اللي انت قلتيه. اكيد، لان بيناتنا اشتغل. طيب هنودة، شنو حابة تقولي له من خلال اتصالك؟ اتمنى اعيش وياك العمر كله. ان شاء الله يا رب تعيشون العمر كله وما يفرقكم احد، وان شاء الله تكون حياتكم جميله وحلوه ومبنيه على الثقه والصراحه مثل ما ذكرتي. طيب بما انه انت فتحتي موضوع الحب وان شاء الله يا رب يتمم على خير، شلون تعرفتوا على بعض؟ تعرفنا وهي في توهام تفرقهم وصارت هاي العلاقه. يعني اتصلتي على رقم وطلع هو؟ طلع هو، بعد كلب قال هاي هي انت لو بعد معكم. زين، انت من اتصلتي وطلع هو قلتي له اوكي اني اسفه انه اني اشتبهت بالرقم؟ لا، تدارت من هذا الشيء، بس رد على الواتساب راسلني وحكي بالموضوع، قلت له اوكي. يعني شنو ايش قال لك؟ ممكن اعرف يعني انت رأسة انه قال لك اني حبيتش مثلا؟ هو ما يعرفك لو شلون؟ لا، هو من منطقتنا يعني مو بعيد يعني عنه. اها، يعني شايفك؟ لا، اكيد شايفني وشايفك. يعني هي جت على قولتهم من الله على الله، يعني جت على طبق من ذهب. اي والله. وانت يعني رحبتي بالفكره من البدايه ولا كنتي معارضه شويه؟ اكيد كنت معارضه، بس من حكالي وشلون قلت زوج الحدود كلها انا وافقت بهذا. تمام. طيب شنو راح يجيب لك راس السنه هنوده؟ نعم. الو، انقطع الاتصال ويا هنودة، نروح لاتصال اخر ونقول الو. الو، اها، راح الاتصال، اتمنى ان تعاود لي بينا الاتصال مره لاخ، واكيد تحياتنا لهنودة، واعتقد انقطع الاتصال ويا هنودة، نتمنى ترجع وتتصل بيها واعرف شنو راح يجيب لها حبيبها او خطيبها المستقبلي هديه براس السنه. الو الو، قطع الاتصال.
نتمنى طبعا هنودة حلو انه امنيتها راح تتحقق ان شاء الله، وقالت انه اني تعرفت على شخص وحبيته وان شاء الله بالسنة الجديدة راح يتقدم ويخطبني، وان شاء الله الله يتمم عليكم بالخير والعافية وحياة زوجية سعيدة مقدما. اذا وين اتصال نقول الو 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 هلا شلونك؟ تمام الحمد لله، انت شلونك؟ تمام الحمد لله. من وياي؟ اني زينب. زينب من وين تتصلين بينا؟ بغداد. من بغداد، أول مرة تتصلين؟ يعني كنت أحبك. شكراً. الله يخليك. لا أنا اليوم لابس أحمر فخدودي ما راح يصيرن حمر. زينب مو أنت قلتي اسم زينب؟ إي زينب أول مرة تتصلين مثل ما عرفت؟ طبعاً. إن شاء الله مو أول مرة، إن شاء الله. أنا كمان أبغى رأيك وأحبك كلش. يا عمري كل ذوق انتي، يا تحياتي لك. زينب شنو حابة تقولين لإخواننا المسيحيين بأعيادهم؟ ألو راحت زينب. طبعا زينب اتصلت قالت اللي بقلبها وراحت، يعني أكيد نوجه لك تحية يا زينب. وزينب أنا كلكم أحبكم وأحترمكم وكلكم على راسي، وأتمنى لكم الصحة والسلامة جميعا، وأتمنى أنه كل شخص يتصل بينا ما يفارقنا ويبقى يتصل بينا ويشاركنا دائما بمواضيعنا الجميلة والمهمة بأف أم، اللي مثل ما تعرفون إنه هو برنامجنا من السبت للخميس يوميا الساعة 6 على شاشة وطن، وأيضا على البث المباشر على بيجر قناة، وكذلك عبر أثير إذاعة العشر بالبصرة. ويا ربي تقضون أجمل الأوقات وياي. روح للاتصال. أها مخرجنا محضر لنا فاصل وأغنية معروف على ذوقه، روح نشوف ذوق المخرج وأكيد نوجه له تحية وراجعين. أنا وأنت ماجدة الرومي نروح للاتصالات ونقول ألو مساء الخير. أنا هم رجعتك. يا هلا ومرحبا. طبعا أنت قطع الاتصال وما عرفت، سألت سؤال وانقطع الاتصال. إي صح. أي هنودة مو؟ لا زينب. آسف لأن آسف لأن الصوت يشبه صوت هنودة، أكيد نوجه لها تحية. زينب شنو حابة توجهين تهنئة لإخواننا المسيحيين بعيد بعيدهم المجيد؟ والله ان شاء الله يعيشون بكل خير وكل امان، ما عندي غير هذا الشيء. ان شاء الله يا ربي. طيب شنو زينب الامنيه اللي كنتي حابه تحققينها هالسنه وما تحققت وتتمنين انه تتحقق بالسنه الجديده؟ والله الحمد لله ما عندي اي شيء، ان شاء الله كل شيء بيتحقق. نعم؟ اقول لك ان شاء الله كل شيء بيتحقق، ما عندي شيء ما تحقق. اها، طيب اخر شيء تحقق شنو هو؟ ممكن اعرفه؟ والله نجحت، يعني نجحت من الصف الثاني للثالث. اها حلو. في سؤال. سؤال؟ اي تسأليني انت ولا انا اسألك؟ لا انا بسألك. اوكي. مكتبة؟ لا والله. صدور. هذا الحلو كله مو مكتبة؟ هاي ليش؟ لا زين اني مرتبط ولا ما مرتبط؟ زين ليش هذا السؤال ممكن اعرف؟ لا الله يحفظهم إلي إن شاء الله ويحفظ كل المعجبين يعني من كل الجنسين نساء ولا رجال. أتشرف بيك وعلى رأسي أكيد يا زنوبة الغالية. تحياتي إليك وشكرا لكلامك اللطيف، وأتمنى دائما تتصلين وتشاركين ويانا بأف أم. ما أعرف زنوبة أعتقد القطع وياها الاتصال، روح لاتصال آخر دا ويانا ونقول ألو. ألو ألو مساء الخير. ألو انقطع الاتصال. اكيد شكرا لك يا زينب وشكرا لكلامك الجميل، ونتمنى من كل شخص حاب يتصل بينا ويشاركنا مع الاسئله الاتصال على ارقام هواتفنا اللي ظاهره اسفل الشاشه، ونروح لالو اخر ونقول مساء الخير. الو 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 مساء الخير. الو والخط مفتوح بس الصوت ماكو، يعني اعتقد انقطع الاتصال. انقطع الاتصال. اها اجانا الاتصال ونقول الو 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 وانقطع الاتصال. سلام. لا رجع الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، شلونك؟ شلونك حبيبي؟ انا بخير اذا انت بخير، من ويانا؟ انا حسين. حسين من وين تتصل بينا؟ انا من كربلاء. حياك الله يا حسين. حسين بالبداية شنو حاب توجه كلمة أو تهنئة لإخواننا المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟
كل عام وهم بخير وإن شاء الله يعملها منهم. انقطع الاتصال ويا حسين. تحياتي لك يا حسين، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، ولكن هي انقطع او انقطعت الاتصال وياك. نتمنى انه تعاود الاتصال بينا مرة لاخ يا حسين. روح لاتصال اخر ونقول الو. الو 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 الو، اتمنى تعليني شوية صوتك حتى اسمعك واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. الو الو الو، وهم انقطع الاتصال، واذا ويانا اتصال اخر نقول الو الو. ما اعرف الو الو، السلام عليكم. الو 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 الو، اتمنى توطي صوت السلام التلفزيون. عليكم. توطي صوت التلفزيون، تسمعني من سماعة الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، شلونك؟ شلونك اخوي؟ أنا بخير إذا أنت بخير. من وياي؟ صفاء من ديالة. صفاء من ديالة. من ديالة، حياك الله وحيا الله أهالينا بديالة. صفاء، شنو حاب توجه كلمة أو تهنئة الإخوان المسيحيين بذكرى أعيادهم أو بمناسبة أعيادهم؟ أها، حاب أقول لهم ألف ألف مبروك بهذا العيد نعم. أي نباركهم بعيدهم إن شاء الله. طيب صفاء، شنو تتمنى أو شنو الأمنية اللي ما تحققت لك بهاي السنة تتمنى إنه تتحقق بالسنة الجديدة؟ يرجع صاحبي. يرجع صاحبك. صاحبك وين يعني؟ بالسجن لا سمح الله، أو إنه مسافر أو مغترب أو شنو؟ لا مزعلين. أها مش زعلين. يعني هما انت وياه بنفس المنطقة ولا شنو؟ اي بنفس المنطقة. طيب انت يعني هذا الزعل صار لك قد انه مزعلين؟ راح يصير تقريبا 3 اشهر هيجي. زين، ما حاولت انه تحكي وياه او تتواصل وياه او تدز وساطة بيناتكم انه وتتصالحون؟ دزيت له هواية، ما جاي يرد. ما جاي يرد. طيب انت يعني متوقع او في بالك انه ترجع علاقتكم؟ اي متأكد 100%. زين، شنو عدم رفضه او رده لك؟ ليش ما جاي يرد؟ يعني هو لان زعلان عليك او لو انت غلطان بحقه؟ انا ما غلطان بحقه، بس اكو موضوع اردت اني افهمه عليه، هو شو رافض قدمه بالفكره كلها. وزعل. اي طيب، من خلال اتصالك اليوم ويانا بأف أم ومشاركتك، شنو حاب تقول له أو شنو حاب توجه له رسالة لعل إنه يسمعها أو يشوفها؟ أحب أقول له إنه أنا ما علي بهاي المشاكل اللي سمعتها علي والأمور اللي وصلتك، إنه كلها غلط، وأتمنى إنه تشوفنا حتى أوضح لك الفكرة. وأني من خلالي أو من خلال أف أم أوجه له تحية صديقك وأقول له لازم إنه تلتقون وتقعدون وواحد يحكي اللي بقلبه حتى يكون أكو فهم أو سوء الفهم إنه ينحل، اللي إن شاء الله بيناتكم، وإن شاء الله ترجعون أصدقاء وتكون علاقتكم أقوى من السابق. بارك الله بك شكرا حبيبي. إلك، شكرا إلك ولاتصالك ومشاركتك يا وردة. حبيبي إذا ويانا اتصال آخر نقول حبيبي ألو. حبيبي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم؟ احنا بخير اذا انت بخير. انت شلون، ايش انا اخبارك؟ بخير شلونكم ان شاء الله؟ من وياي؟ اني اي منو؟ انا ريتال. شنو اسمك؟ ريتال. ريتاج؟ ايه حياك الله. من وين تتصلين بينا ريتاج؟ من البصرة. من البصرة، حيا الله بنات البصرة. ريتاج، شنو حابة توجهين تهنئة الإخوان المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟ شكون؟ شنو حابة تقولي لهم؟ ها؟ شنو حابة توجهي لهم تهنئة؟ شنو حابة تقولين لإخوان المسيحيين؟ ما أعرف، الظاهر انقطع الاتصال ويا ريتاج. نتمنى إنه تعاود الاتصال بينا مرة أخرى، وأعتقد هي أول مرة تتصل وتشارك ويانا. ويانا اتصال مخرجنا ولا لا؟
أها انتهى وقت البرنامج. أكيد كل الشكر والتقدير لكل شخص اتصل بينا وشاركنا من خلال أرقام هواتفنا أو شاهدنا عبر الشاشة أو من خلال البث المباشر أو استمعنا عبر أثير إذاعة العشر بالبصرة. وأكيد يا رب يا أعياد سعيدة عليكم يا مسيحيين يا أخواننا الورود، ويا رب تحقيق أماليكم كافة والصحة والسلامة للجميع، وإن شاء الله يا رب كل مغترب خارج العراق إنه يرجع لمكانه وبيته وعائلته ولأحضان بلده اللي ربى وانولد وترعرع به. تحياتي لكم، وأكيد تنتظروني باكر الساعة 6 بأف أم جديد، ومع ألف سلامة. مثل الملاك كل ليلة رغم البعد صمت الغربة بتمنى.